ماذا قلت لكم؟ قلت لكم أن في المستقبل سيكون المسلمون الحقيقيون والباقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد، ودائما مع الجديد مع محمد فايد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على قضية التكفير. التكفير اللي بدأ محمد فايد هذه شهور هو كيكفر في عباد الله، وإحنا ساكتين ما كنهضروش، ولكن في الأخر عرفنا أنه تكفيري بامتياز، وأي واحد كيخالفه ولا كيخالف الرأي ولا كينتقده إلا كيجعله من الكافرين ومن المنافقين. وهذا الشيء تماما نفس الفكر ديال السيده أريج المسك اللي دارت مؤخرا، حتى هي كتكفر في عباد الله وكتنفي السنه. واجي نشوفوا شنو قال ونكملوا ان شاء الله. معذره لان الحراره مرتفعه في المنزل وحراره الهاتف ترتفع طبعا في القطاع. ففي الاول كنا كنظنوا ان شي تخليطه مزيانه هي هذاك السبب ديال هذوك الخرجات ديالو، شي تخليطه ديال الكوزه والقنب الهندي ولا شي حاجه الكرويه ولا شي حاجه، هما اللي سبوا هذاك الاشياء اللي قالهم كاملين وهذوك الخرجات والفضائح اللي قالها. ولكن كاين عامل اخر الا وهو ارتفاع درجه الحراره في البيت اللي وعاد زيد عليها الريزو وزيد عليها الشيء اللي قالوا دابا، كانت كذلك من الاسباب اللي خلاته ما بقاش كيعرف كاع اش كيقول. وسبحان الله العظيم، لو دبرتوا ولا تاملتوا في الفيديوهات ديالو ديما كيشكي وعطيه الله وما قادش يشري حتى كليماتيزور هذه الاولى، وهذيك المره ما قادش يشري حتى بيسي مزيان، قال لك ما عنديش بيسي مزيان، ما عنديش مودم مزيان، بحال ولا كيسعى. وغادي ندير لكم ان شاء الله واحد الفيديو باش تشوفوا شحال كيدخل ديال الفلوس من الادسنس اللي هي غالبا السبب ديال الخرجات ديالو، وربما هي السبب ديال كذلك ديال هذه المسرحيه اللي واقعه دابا. اجي نكملوا في التكفير ونرجعوا للموضوع ديالنا ونسمعوا شنو قال على المخالفين ديالو. طلب من المنافقين ان يتركوا القناه، لقد تركها، نقول لكم العدد، والله والله لا يهمني، والله لا يهمني العدد. اي 15000 خرجت من القناه. وان يكون 15 منافق، تصوروا 15 منافق لا تقدر على العيش مع 15000 منافق. اذا السي الفايد حمد الله ان 15000 خرجوا من عندك من القناه، وزيد عليهم عشرات الملايين اللي ما منخرطينش في اليوتيوب ولا اللي ما عندهمش الانترنت واللي كيضلوا يلعنوا فيك بالليل وبالنهار، وهذا يكفي. فكما رايتم تاره كيصيف هذوك الناس اللي كيخالفوه ولا اللي كيعارضوه ولا كينتقدوه بالكافرين، دابا ولا كيوصفهم بالمنافقين، وغادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو باش غادي يوصفهم او باش يحكم عليهم. لقد بدا يتضح الامر، المسلمون هم انتم ليس هؤلاء، المسلمون الحقيقيون والباقي، الباقي انتم عرفتم، الملحدين والعلمانيين والسطاليين والسلفيين والسلفيين والشيعة. اذا هناك مسلمون حقيقيون هما الاتباع ديال الدكتور محمد فايد والمتابعين ديالهم اللي هما جوج ديال الناس ولا ثلاثه، والشيء الاخر كله العالم كله هذوك كيدعيوا الاسلام، هذوك ماشي مسلمين حقيقيين، هذوك غير كيدعيوا الاسلام وكيمثلوا. فالمسلمين الحقيقيين كما سمعتوا هما اللي متبعين الدكتور فايد ومتبعين النصائح ديالو في الطبخ وفي الاغذيه وفي الكرويه وفي هذيك المسائل. من ضمن الحايه ديال السلفيين اللي في القنوات ديالهم وجدنا 25% مع السلفيين شيعه، راهم في الزكوره وراهم في عين الشق. تبارك الله على السي فايد، هذا فات الاف بي اي وفات السي اي اي وفات الدي اس تي وفات العالم كامل، هذا عنده المخابرات صحيحه، عارفهم بالتدقيق. 25% كاينين هنا وكاينين لهيب، بحال راه خدام لهم النهار كامل، بحال راه عنده جهاز مخابرات ما كاين حتى شي عالم اخر. فكما سمعتوا كلهم اي واحد تيقول لك ماشي خالفه ولا هادي، تيقول عليه سلفي، تيقول عليه وهابي، تيقول عليه ارهابي. وهاد اللعبه قديمه، هادي استعملوها الناس قبل منه وما خدمت حتى شي حاجه، القضيه ديال ارهابي وديال سلفي وهابي متعصب وهذيك المسائل، هادو كل شيء اكل عليها الدهر وشارب، هو مازال عاد فاق وعاد كيستعملها. فهاد اللعبه مفضوحه ومكشوفه، فشوف لك شي حاجه اخرى. لا نريد منافقين على القناه، شخص يدخل القناه ياخذ معلومات ويذهب يكذب على الناس، هؤلاء المنافقين لا نريدهم. لكن متابعي الدكتور محمد فايد بداوا الان يعني يظهروا يعني بشكل جيد، الذين هم ملتزمون معنا على القناة، فنحن نعلم من هم، أصحاب أفكار راقية. أما الذين وضعوا رجل هنا ورجل هناك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، لا نريدهم، رجل معنا ورجل مع عدونا لا نريدهم. لكن واضحين، فالدكتور فايد ليس لديه يعني كثرة، ليس منافق وليس في قلبه أي شيء، الدكتور فايد ما عنده يقوله. ايوا السي الفايد اللي غادي نقول لك ان هذوك اللي معاك في القناه هذوك هما المنافقين، هذوك اللي عاطينك غير وجههم تبان غير المصالح ديالهم. اما الناس اللي فيهم الايمان وكيعرفوا الله عز وجل ومتقي الله، هذوك راه ما يحبوكش في الله، هذوك بالعكس يبغضونك في الله ولا يكذب عليك، والله لن يكذب عليك احد مؤمن صادق. هذوك اللي كتوصفهم انت بالسلفيين والارهابيين والوهابيين وما عرف شنو، هادوك ما غادي يكذب عليك حتى شي واحد. والعجيب انهم كيجيبوا المقاطع من الفيديو ديالك كحجه، لانك انت كتمادى في الكذوب وكتسنطح من الفوق ووجهك قاصح، فلهذا كيجيبوا الفيديوهات ديالك بالصوت والصوره، وواخا هكا كتزيد تكذب وتنسى وتقول نفس الشيء وتقول كلام مناقض لكل شيء. فهذوك اللي معاك كن متاكد هذوك هما اللي كينافقوك وهما اللي متبعينك غير على المصالح،
وما متبعينكش حيت كيبغيوك لله. نريد متابعي الدكتور محمد فايد ان يكونوا يعني ناس ثابتين ويعني وفاهمين الوضع والافكار الراقيه يعني، والا يعقدكم هؤلاء يعني بكثره الانتقادات. بالعكس انتم الان اصبحتم هم يعني الاصليين في المجتمع، اتباع الدكتور محمد فايد اصبحوا هم الاصل. اذا كما سمعتوا في الاول قال انكم انتم المتابعين ديال الدكتور فايد، انتم هما المسلمين الحقيقيين. الان ولا كيقول انتم هما الاصليون، انتم هما الناس دوريجين ميد ان تايوان، والاخرين ميد ان شينا. هذوك كاع من اللي مخالفينه، هذوك منافقين، هذوك كفار، هذوك في جهنم، هذوك ماشي دوريجين، هذوك غير مزورين، هذوك ماشي بشر. وانت اصلا كتوصفهم مخلوقات عجيبه، غير كان فيك شويه ديال الحياه، شحال مره كتوصفهم وكتسب وتشتم، وفي الاخر كتقول راه هما اللي كيسبوك وكيشتموك. فسبحان الله العظيم، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الناس كفروني، علاش ما تسمعش مني انا؟ انا الى حد الان لست كافرا، لست ملحدا، واشهد اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانا موحد وانا حافظ الكتاب وانا اصلي وكان صوم ولا زلت مسلم. مسلم على الطريقه الصحيحه وليس مسلم كما ارادوهم. اذا كما سمعتوا فمحمد فايد هذا هو المسلم الصحيح، المسلم على الطريقه الصحيحه. هو قال في فيديوهات اخرين قال لك انا اسلم واحد، انا اكثر واحد مسلم في هذه الدنيا، هو قالها. والله عز وجل كيقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. عاد زاد من الفوق هنا، شوفوا والله لاحظتوا في المقطع الاخير قال لك كيكفروني. علاش كيكفروني؟ دابا هو الفيديوهات ديالو كاملين تكفير، كيكفر في عباد الله وكيكفر في اي واحد، كيكفر المجتمع والمخالفين والمنتقدين، وفي الاخر كيدير هذيك القضيه ديال ضربني وبكى وسبقني وشكى، كيدير فيها زعما راه هو الضحيه والاخرين اللي كيكفروه، ومع انه نطق بكلام كثير فيه كفر، ولكن ما كاينش شي واحد قال لي انت كافر ولا انت يا ما عرفت زنديق ولا ملحد ولا داك الشيء، الا هو اللي كيبقى يجبد ديك الهضره باش يشعل الفتنه. ولا لاحظتوا في هذا المقطع هذا كيبغي يجبد الفتنه بين الناس او بين الشعب باش يقسم المجتمع المغربي او المجتمع المسلم الى فرقتين. هؤلاء الذين يكتبون الله يهديك وتوب الى الله فليتركونا في حالنا، جزاكم الله خير، اتركونا في حالنا، نحن لم نفعل لكم اي شيء، اتركونا في حالنا، لا نريد دعاءكم. الله يهديك الله يتوب عليك، هذه راها سب وشتم وليس دعاء. ايوا تبارك الله على السي فايد اللي حافظ القران وحامل كتاب الله وفاهمه ومفسره بالتفسير الكوني، فهو هنايا ما كيرضاش وما كيبغيش اللي يقول ليه اتق الله، وما يبغيش اللي يقول ليه توب الى الله ويقول ليه ارجع لله وداك الشيء. فهاد الاشياء عنده كلها ضلالات وكلها سب وشتم، وكانه ما عمره ما قرا قول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وما عمره ما قرا في سوره الاحزاب يا ايها النبي اتق الله، الله عز وجل كيقول النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما عمره ما قرا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الاشياء بحال ما عمره ما قراها. فهذا ان دل انما يدل على الكبر، الكبر والعجب والعظمة والمرض النفسي. فهذه الأشياء هي اللي خرجت إبليس من الجنة، وهي هلاك المرء، هذه هي بداية هلاك المرء والعياذ بالله. وعنزيد من الفوق أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم شحال أكثر من 70 مرة، والحديث البخاري، ولكن نسيت أنك أنت ما عندكش مع البخاري، فهذا كنستدل به غير الإخوة والأخوات اللي كيحبوا الدين ديالهم وكيحبوا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كيستغفر، هذا اللي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيستغفر الله أكثر من 70 مرة في اليوم. توب إلى الله، الله يهديك، يعني توب أنت والله يهديك أنت، وخرج من القناة فقط. يعني نحن نعلم من معنا في القناة والحمد لله، يظنون أن بانسحاب الناس يعني أن الفيد سيتوقف، لن نتوقف، القناة ستبقى إن شاء الله، وعدد المنخرطين الجدد أحسن جودة من الذين انسحبوا. اسيدي حنايا كنتوبوا الله عز وجل وكنستغفروا الله عز وجل بالليل وبالنهار، الحمد لله، وفخورين باننا كنستغفروا الله، وفخورين اننا عندنا اله كنعلموا انه كيغفر الذنوب وكنستغفروه، الحمد لله. ما بغيتيش انت تغفر الله وما بغيتيش تتوب وما بغيتيش تستغفر الله، فهذه مشكلتك، ولا وبصحتك بهذوك المتابعين الجداد اللي احسن من هذو اللي انسحبوا. فضلال على ضلال يساوي ضلال. واحد تدوينة البارح عجبتني، تدوينة عجيبة، واحد السيدة كتبت واحد تدوينة قالت لهم إذا كانوا هاد المخلوقات العجيبة غادي يدخلوا للجنة، أنا ما بغيتش الجنة. تدوينة فيها معنى وفيها مغزى وفيها ولا أظن أنهم غادي يدخلوا للجنة. إذا كما سمعتوا بودنيكم وختامه مسك، لا أظن أنهم سيدخلون الجنة، فهذه عقيدة، لا يظن أنه ولا يعتقد أن هؤلاء المخالفين له غيدخلوا الجنة. إذا فين غيمشيو؟ غيمشيو جهنم والعياذ بالله. فسبحان الله العظيم. إذا لكم الحكم كاملين، وما نساوش نختموا بالسيدة أو التلميذة ولا المعلمة، ما عرفتش واش هي التلميذة ولا المعلمة ديال محمد فايد، نختموا بها حتى هي شنو كتقول باش تعرفوا أنهم عندهم كلهم هاد العصابة عندهم نفس الفكر المتطرف التكفيري الإلحادي
ديروا كل شيء، قولوا من عندكم اللي بغيتوا، قولوا من عندكم كل شيء يجوز فيهم. انا لحد الساعه مازال فقط كنوضح لكم عباد الله راكم هذا الشيء اللي نتوما فيه راه شرك، ولكن اللي صد فهو يصد عن نفسه. انا ما غادي يضرني، ما غادي، انا اجمل بلوك كنعطيه لكم، لان ما كنقبلش التافهين، وما كنقبلش اللي كيدافعوا على الالباني، وما كنقبلش اللي كيدافعوا على السنه.